مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن أعمال يدوية أو أشغال. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب فارج عشان بيوصلكم كل جديد. ويلا نبلش بالفيديو. طبعا الفيديو راح يكون راح نعمل أعمال يدوية لعيد اللغة العربية. طبعا أنا قلت نعمل منه جزء تاني، وهلا رح نعمل بيعمل يعني للمعلم. هون في كرتونة زهري بس ما بعرف، ما كتير مبين اللون، لكن مبين لونه أبيض. هون شوي هون مبين، هون مبين أبيض. وهلا رح نبلش. وطبعا أنا كاتبة أول شي هدول: لغتي هويتي، لغتي القرآن، لغتي الضوء. لغتي الضوء. وهلا أول شي رح نقص من الكرتونة الزهرية كلياتها. طبعا رح نعمل خمسة بخمسة. هلا عم نشوف. طبعا هون هلا هي قاعدة رسمة خط. رح ارسم خط على طول تنقل هون وارجع لكم. وطبعا رسمنا من هون لهون. طبعا الباقي ما كملنا لانه كتير رح تطلع طويلة. رح اقص هذا الخط وارجع لكم. وطبعا يعني طلعت. وهلا رح نقص مقاسم، رح نقسمه على ثلاثة يعني هيك طلع. هون واحد وهون اثنين. وهلا يعني رح نقصها ونفرجيكم. وطبعا هيك طلعوا. هلا بدنا نظبطها عن الاطراف، يعني رح تجمعهم كلياتهم مع بعض. رح نظبطهم منيح عن الاطراف ونرجع لكم. وهلا ثبت مهما شابك، وقصة رح نحط منيح عن الاطراف او لا خلص بس هيك على نشوف. وهلا رح نقصها ونرجع بس عن الاطراف. وهيك يعني زبطناها انا وياها على الاطراف. وهيك رح تقيموا شوفوا هيك ضبطوا. وهلا رح نفرجيكم شو رح نعمل. وطبعا هلا بالاول بدي اكتب عليهم كلمات هدول اللي فرجيناكم اياهم. على كل وحدة رح اكتب عليها ورح اكتب وارجع لكم. وطبعا هيك يعني كتبت عليهم. وهلا رح تحضقهم بالقلم. رح تحضقهم بالكحلة. لا اسود. ورجع لكم. طبعا طبعا هلا جربنا نحضقهم بهدول القلم تبع اللوح بالبروفيل. لان بدنا اياهم يكونوا مبينوا كتير بالقلم بالهل. مثلا بهدول القلم بدهم يبينوا رفاع. فجبنا هدول مشان رح نعملهم ونرجع. وهيك يعني طلعوا حضقناهم. وهلا طبعا بدنا وقت فيهم عم نحضقهم. وهلا رح نفرجيكم شو رح نعمل. ويلا طبعا رحنا هيك رح نعملها. طبعا اختي عم تقول انه دندل منا خيطان، بس شوفوا الخيط قديش قصير يعني ما مبين. انا بدي اياه يكون طبعا لونه اخضر. قلت لها اذا يكون ليكو ما مبين انتو عليكم كثير. طبعا قلت لها بنخرمهم من هون من فوق الخيطان. قول لا بقى خلص رح نعمل هيك. طبعا هيك يعني علقتهم مع بعض. وشوفوا من هون هلا قلت لها هيك خيط هيك يعني بنصير بدي اعملهم بالخيط. بس انا ما عجبتني هيدي الفكرة. وهلا رح نزينها يعني ونرجع لكم. وهيك طلعت. وهذا هو الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب فارج عشان توصلكم كل جديد. ومع السلامة.